بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في السيف جلري. نظر لطلب العملاء تم تمديد التخفيضات اللي هي 25% فوق الخصم لغاية يوم 30/11، يعني النهاردة إن شاء الله الأحد، يبقى الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، يعني 27 28 29 30، لغاية يوم الأربعاء 30/11 تم تمديد التخفيضات. هي كانت المفروض انتهت أمس، كان آخر يوم فيها أمس يوم 26، نزل لطلب العملاء مددوها لغاية يوم 30/11، يعني اللي ملحقش ياخد حاجة يلحق ياخد قبل العرض ما ينتهي يوم 30/11 اللي هو الخصم 25% فوق الخصم. في استاذه بعتت لي قالت لي انت صورت الخلاطات الكهربائيه ومشيتي كده على طول. انا هو عندي الخلاطات اهو يا جماعه، انا قلت ابدا بيها ان شاء الله. هنا في خلاط اديسون من 279 بقى 219 ريال، اخصم كمان 25%. هنا ده برضو خلاط اديسون ستيل، يعني القاعدة بتاعته ستيل والجاك بتاعه زجاج، وما كلهم اللي هنا دول الجاك بتاعهم زجاج. ده مش عليه خصم ب 369 ريال، اخصمه بقى 25%، وهو لتر و 8 من 10 و 1200 واط، يعني ما شاء الله قوي. هنا ده خلاط بقاعدة ستيل مع مطحنة 600 واط ولتر ونص ب 239 ريال، اخصمه بقى 25%. هنا ده الخلاط التربو كهربائي مربع رمادي وفي اسود اهو ب 499 ريال، هو 2 لتر و 1600 واط، ما شاء الله قوي جدا 1600 واط. مثلا ده ب 499 ريال اخصمه 25%. ادينا ماشيه لكم واحده واحده في الخلاطات اهو. هنا خلاط تربو ستيل، يعني القاعدة ستيل، يعني هو لتر ونص مع مطحنة، وهو 550 واط، كان ب 229 بقى ب 177 ريال، اخصمه برضو 25% من 77 ريال، من 177 ريال دي. هنا ده اديسون فانتوم ابيض ذهبي لتر لتر و 8 من 10، وهو 1000 واط ب 288 ريال، اخصمه 25%. هنا ده اديسون برضو كان ب 159 بقى 119، 550 واط واتنين في واحد. ده اديسون، ده السيف من 169 بقى 139 ريال، بعد ال 139 ريال اخصمه من سعره 25%. ده السيف برضو 199 معلوش خصم، يعني خصمه 25%، هو 300 واط ولتر ونص. هنا ده برضو السيف من 219 بقى 139 ريال، هو 2 لتر و 700 واط، 2 لتر و 700 واط، ما شاء الله 700 واط و 2 لتر 139 ريال، اخصمه 25%. وبيجي معاه المطحنة دي او اتنين، مش عارفة حسب الموجود في الكرتون. يعني هنا ده السيف 116 ريال، وخصمه 25% من 109، كان الاول ب 159 بقى ب 116 ريال، وخصمه 25%، هو 3 في 1، يعني خلاط ومطحنتين، يعني الاتنين في واحد بيبقى خلاط ومطحنة، 3 في واحد بيبقى خلاط ومطحنتين. جانو ب 139، جانو ب 123 ريال، برضو خصمه 25%، يعني كل الاسعار دي حضراتكم اضربوا اخصموا 25%، عشان هو عليه اي شيء في السيف جلاري عليه خصم 25% بلا استثناء، والعرض لغاية يوم الاربعاء 30/30/11، خصم 25% فوق الخصم، والحاجة اللي مش عليها خصم بتاخدوا خصم 25%.
هنا ده مولينكس من 339 بقى ب 189 ريال. ده برضو مولينكس كان ب 369 بقى ب 229 ريال، اخصموا 25%. ده ب 209 اخصموا 25%. ده الجانو ده اللي هو ضد الكسر من 169 بقى ب 119 ريال، اخصموا 25%. وده 3 في 1 يعني معاه خلاط ومطحنتين ومكتوب عليه ضد الكسر. الميلونيكس ده ب 437 ريال، اخصمه 25%. كنود او كنود يعني ب 189 اخصمه 25%. براون 800 وات ولتر 7/10 وخمس سرعات ب 389 ريال، عليه خصم 25%. كنوت برضو ب 349 ريال و650 وات، عليه خصم 25%. براون اهو، براون ده لتر ونص ب 359 ريال، وده براون ب 429 ريال وخصمه 25%. البراون ده اللي هو ده ب 239 ريال، هو 800 وات ولتر ونص، 800 وات ولتر ونص. طبعا بيجي معاه المشتملات بتاعته بتبقى ورا اهي، بس ايه كل حاجة بتاخدها في الكرتون دي، بس اللي في العرض اي مشتملات معاه او اي ملحقات بتاخدوها في معاه في الكرتون يعني وكده. لازم اي خلاط بيجي معاه مطاحن، بيجي معاه حاجات تانية. البراون ده القاعدة بتاعته ستيل ب 449 ريال و 800 وات، اخصمه 25%. كنود 219 معاه مطحنتين. فيليبس 149 ريال، 219 ده ب 219 وعليه خصم اصلا ب 189 ريال. وبعد الخصم، عشان في واحدة صاحبة الشركة، بعد الخصم هيبقى ب 141 ريال 75 هلل، يعني 142 ريال، اللي هو الفليبس ده. ده شكله اخر قطعة يعني اللي في العرض ده، من 219 بقى ب 142 ريال بعد الخصم 25%. وهو اصلا عليه خصم من الاول كان ب 189 ريال. هنا بقى محضرات الطعام، ده مولينكس محضر الطعام من 514 اخصمه 25%. ده في اللبس من 313 اخصمه 25%. ده برضو مولينكس 623 ريال اخصمه 25%. دي محضرات طعام دول يعني. هنا دي برضو محضرات طعام كنود 319 اخصمه 25%، بس ده الموديل القديم جدا. هنا اديسون برضو محضرات طعام من 399 اخصمه 25%. ودي 399 برضو، متوفر لونين ابيض واسود، وهنا الفضي او اللؤلؤي في خشبي. بس ده سعره كام؟ مش مكتوب على السعر. وده اديسون برضو مش مكتوب على السعر. دي خلاط رياضي 540 ملي وهو 300 وات، 163 ريال اخصمه 25%. هنا دي برضو محضرة طعام كنود ب 329 ريال اخصمه 25%. هنا دي براون ب 399 ريال اخصمه 25%. هنا دي براون برضو ب 1099 اخصمه 25%. هنا بقى محضرة الطعام دي من كنود او كنود يعني، كانت هي 1000 وات، كانت ب 859 بقت ب 649 ريال، اخصموا عليها على 649 ريال ده اخصموا 25%. هيبقى خصم كويس يعني 25%. دي محضرة طعام كنود ما شاء الله كاملة متكاملة وشكلها وعلى الطبيعة، تجمع عصرة برتقال
الاعياد يعني يجي معاه ما شاء الله حاجات كتير. لو في واحده مفتوحه نشوفها. ايوه هي بيجي معاها شفشق خلاط اهي، وعصاره، وعصاره برتقال، ومفرمه، والملحقات دي. اهي ب 649 ريال اخصموا 25%. دي كنوت برضو، دي شكل تاني، دي الفضي اللي عليها عرض، دي الفضي. هنا دي اديسون، محضرة طعام اديسون ب 579 ريال، توفر منها اللون الابيض واللون الاسود. دي محضرة طعام من ميلونيكس ب 409. ممكن الحاجات دي عليها تخفيض بس مش حاطين الورقة. ممكن هي زي محضرة الطعام دي من 479 بقت ب 369 ريال، اللي هي دي اخصموا 25. هو المونيكس ده اصلا عليه خصم، وهتاخدوا خصم فوق الخصم هيطلع ب 180 ريال. هيطلع يا جماعة ب 174 ريال. واحد دلوقتي بيقول انا اشتريت واحد طلع بعد الخصم 174 ريال، محضر الطعام مولينكس اللي هو ده، معاه كبة ومعاه جاك خلاط يعني، وهو 25 وظيفة، وبيجي معاه 6 ملحقات. يعني عرض ممتاز. هو كده الفيديو طويل جدا، انا صورت كل الخلاطات ومحضرات الطعام. نشوفكم ان شاء الله في تخفيض جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.